هدف الريموت هو تقديم الخدمة الذاتية بدون أي تلامس بشري، وهذه تعتبر من ضمن الخدمات المقدمة من رئاسة الحرام لسونا مسجد الحرام ومسجد النبي. العدد الموجود الآن تقريبا 20 ريموت عالي جاهز إن شاء الله لخدمة الزوار وحجيج بيت الله الحرام إن شاء الله الموسم هذا الحج، والعدد قابل للزيادة بإذن الله إذا دعت الحاجة.